My dear friends and students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله معاكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية كلها. ودرس يمكن هو بسيط جدا إن شاء الله، لكنه هنستفاد منه، وهو درس اسمه الأفكس. درس الأفكس. الأفكس ده يعني الزوائد. ايه الزوائد؟ الزوائد ديت بينقسم لقسمين اتنين، في عندنا حاجه اسمها البريفكس، وفي عندنا حاجه اسمها السافكس. البريفكس يعني مقطع او لاحقه او بادئه، مقطع مكون من حرف او اثنين او ثلاثه بنحطه في بدايه الكلمه عشان يديك يا اما عكسيه يا اما يديك مشتق جديد. يبقى تاني بريفكس وعباره عن مقطع بيضاف لاول الكلمه، اول الكلمه. يا اما يديك عكسيه يا اما يديك مشتق جديد، زي اللي احنا عارفينه كلمه مثلا هابي، كلمه هابي، هابي يعني سعيد. لما تضيف لها يو ان في الاول كده يبقى هابي. Unhappy. فالمقطع يو ان دوت انضاف لاول كلمه هابي، فاعطاك عكسها اللي هو حزين او غير سعيد. فاحنا بنسمي الانش ديت مقطع اسمه بريفكس، يعني كلمه هابي هنا تضاف لها بريفكس ان عشان يديك عكسها. برضو عندنا كلمه مثلا ريتش. ريتش يعني غني، كلنا عارفينها. لما نحط كلمه الفيرب الفعل فهنضطر نحط الاي ان في الاول. انريتش، انريتش. فالمقطع اي ان بالضبط في اول الكلمه فبنسميه بريفكس. عامل لك ايه؟ غير الكلمه بريتش اللي هي هذه الصفه، خليها فعل بمعنى يثري، يزيد، يزود. مثلا reading القراءة enriches our knowledge، تثري المعرفة بتاعتنا. يبقى تاني يا جماعة البريفكس هو مقطع بتضيفه في أول الكلمة، يا إما بيديك عكسها يا إما بيديك بيحول الكلمة من verb إلى صفة أو من صفة إلى verb، الكلام ده كله. أمال إيه السافكس؟ السافكس هو مقطع بيضاف في آخر الكلمة، في اخر الكلمه يديك عكسها يغير المشتق بتاعها. زي مثلا كلمه ديفولب، ديفولب، ديفولب. ديفولب ده فعل بمعنى يطور او ينمي. طيب لو احنا حطينا بقى في المقطع ميلت، ميلت فاضاف التنميه او تطوير، كانت من فيرب من فعل الى نون اسم. بقت من ديفولب تفضلها المقطع في اخرها اللي هو ميلت، فاعطاك ايه؟ ديفلوبمنت، ديفلوبمنت. تمام. ايه كمان يا مستر؟ ولك مثلا كلمه زي كلمه جوب. جوب معناها وظيفه. طيب ماشي. طب حط لها لس. مقطع ضفناه في اخر الكلمه مثل جوب لس. يعني ايه جوب لس يا ريس؟ جوب لس معناها عاطل. عطتنا صفة بمعنى عاطل، مش لاقي وظيفة خالص. يبقى الإنجليزية معظمها على فكرة جاية مع فكرة إيه؟ فكرة البريفكس والأفكس. البريفكس مقطع يضاف لأول الكلمة عشان يديك يا إما مشتق جديد يا إما يديك عكس الكلمة. أما السافكس نفس الكلام، بس مقطع يضاف في آخر الكلمة، ده في الأول ده في الآخر، برضه بيديك عكس الكلمة أو بيديك مشتق جديد. تعالى مع بعض نتكلم على البريفكس ونشوف احنا هنعمل ايه. ايه انواع المقاطع يا جماعه البريفكس اللي هي بتضاف في اول الكلمه عشان تديك عكسها او مشتق جديد؟ امسك العكس الاول. واللي اول حاجه عندك ها المقطع يو ان. ثاني حاجه مقطع اي ار. ثالث حاجه مقطع اي ان. ثالث حاجة مقطع اي ام. ثالث حاجة مقطع دس. ثالث حاجة مقطع مس.
ففي حاجة مقطع انظر. دي كلها مقاطع مفروض ان احنا بنعرفها وندرسها مع بعضنا. وعندنا برضو الاي ان. دي كلها مقاطع بنضيفها في اول الكلمه عشان يديك عكس الكلمه، عكس الكلمه. تعال نشوف كده امثله اللي عندنا. تضيف ايه؟ كلمه هابي 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 سعيد، تحط عليها ار ام هابي غير سعيد. كلمه برضو ريال ريال حقيقي حقيقي حقيقي. ايه يا استاذ؟ غير ريال غير حقيقي. ايه كمان؟ كلمه ترو كلمة ترو صحيح، أم ترو غير صحيح. كلمة دي كمان important 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 مهم، ها unimportant غير مهم. كلمة دي كمان كلمة intelligent intelligent ذكي غير ذكي، على intelligent تحط قبلها أم. كلمة دي كمان usual usual طبيعي أو عادي، unusual غير طبيعي أو غير عادي. كل دي كلمات لو ضفنا قبلها المقطع يو ان يبقى قطع عكس الكلمه، ما تقبلش اي حاجه ثانيه، ما ينفعش الناس تحط الاي ار، لا احنا نشوف بقى الاي ار. ايه المقطع اللي احنا ممكن نضيفه او ايه الكلمات الوردز اللي ممكن نضيف لها الاي ار دي للاجانست او الاوبوزيت بتاعها؟ هتلاقي معظمها كلمات الجماعه بدا بالار، زي كلمه ريجولار 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 معناها متصل، ولو هي از ريجولار وركر هو موظف او عامل متصل. دي از ريجولار فيرب يعني فعل متصل. طب لو فعل بقى غير متصل او رجل غير متصل يقول لك ريجولار، حط بقى الاي ار بتيجي على السقف. ايه كمان؟ كلمه راشنال راشنال راشنال. كلمه ريزنبل ريزنبل راشنال معناها منطقي عقلي، وريزنبل معناها معقول برضه او منطقي. لان كل شيء غير منطقي غير عقلي يبقى حضرتك تحط جواه برضه اي ار، الراشنال الريزنبل الريزنبل. دي كلها كلمات حضرتك لو مش عايز العوايد عايز العكس بتاعها تضيف لها في الاول اي 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 ار. طيب نخش على الاي ال. الاي ال زي ايه؟ يقول لك الكلمات برضه معظمها بدأ بال ال. زي ايه؟ زي كلمه لوجيك 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 لوجيك. يعني ايه لوجيك؟ يعني منطقي. لما قلنا كلام غير منطقي يبقى اللوجيك كلام ايه؟ اللوجيك. ايه كمان؟ يقول لك كلمه ليجل 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 معناها حلال او شرعي او قانوني. لما نقول عن قدام مقطع يقل في الامر هنا كده يبقى الليجل الليجل يعني غير قانوني غير شرعي. ايه كمان؟ كلمة ليترسي 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 اللي هو التعليم الثقافة، صح ولا ايه؟ لما نضيف لها الاي ال في الأول يبقى الليترسي الليترسي الأمية يديك أحسن الأمية. تمام. نخش بقى كده المقطع اي ام. اي ام غالبيا يخش على الكلمات اللي أولها با بي أو الكلمات اللي أولها ام. زي كلمة ايه؟ زي كلمة مثلا possible 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 ممكن. عكسها ايه؟ impossible. حط الاي ام في الاول impossible مستحيل. كلمة دي كمان polite 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 يا جماعة معناها مؤدب، معناها ايه؟ مؤدب. طب عكسها ايه؟ impolite. محدش يقول polite، لا polite impolite. ايه كمان؟ كلمة probable بروباب. يعني ايه بروباب يا استاذ؟ يعني محتمل. ده عكسها ايه؟ بروباب بروباب. كلمة كمان مورتال 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 معناها فاني، كل من عليها فان. كلنا ان شاء الله وي ار اول ليفينج ثينجز، كل الكائنات الحية كلها ار مورتال يعني فانية. لكن الله قدر يبيته مهم عز وجل طبعا امورتال خالد باقي، صح كده ولا ايه؟ تمام. طيب تعال نشوف بعد كده المقطع ديس المقطع ديس. كلنا طبعا انا سامع قائد مشهور جدا لما تتفاعل كلمه appear 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 يعني يظهر. طب عكس appear disappear يختفي. ايه كمان؟ agree 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 يعني يوافق. حط
تقول لي انت بايه ها ديسابري يعني ها غير واضح وهكذا الى ما تجي كده من النظام. طيب ايه كمان مستر مس برضه لما يخش على كلمه برنت معناها ان هي اطبع انت قبل الطباعه. لو انت اسأت الطباعه او الطباعه فيها خلل او فيها حروف زياده وحروف نقصه الكلام ده كله يقول لك انت كده عملت مس برنت اسأت فيه ها اسأت فيه في الطباعه. ايه كمان؟ لو واحد بيقرا قراءه مكسره اقول لك ريد يقرا يبقى ده يكتب في القراءه اسمها مس ريد اسمها مس ريد يعني مكسر في الجرامر. ايه كمان؟ كلمه understand يعني ايه؟ يفهم. لو انت وصلتك الصوره بطريقه مختلفه يقول لك اوفندد ميس اندرستاند ما فهمش كويس ما خدش الصوره كامله ايه كمان؟ يقول لك تيك دي كان يحبس بفضل الله مس تيك بعض الناس في مستيك معناه يخطئ صح ولا ايه؟ اخطا في اللغه كده يعني. طيب بعد كده يبقى بدل المقطع نون طب ده ايه يا باشا؟ يقول لك المقطع ده هو حطينا على كلمه فيكشن كلنا على كلمه خيال حط عليه المقطع نون على فيكشن بتجي الحقيقه والفيكشن يعني ايه؟ الحقيقه اسف الحقيقه. كلمه ايه كمان؟ كلمه ريليابول يعني طاقه متردده. الشمس عندنا ثلاث ساعات طاقه متردده، كل الطاقه اللي ربنا خلقها لنا طاقه متردده افري دي كل يوم افري يوم متردده. طب حط عليها مثلا الفحم كل الفصل فيه والوجود الحفري كل ده كل طاقه غير متردده هتخلص وبالتالي اسمها نون ريليابول يعني طاقه غير متردده. تمام. ايه كمان يا استاذ؟ المقطع اي ان مقطع اي ان اي ان ده لما نضيف على كلمات زي ايه؟ كلمات زي كلمه اكسبنسيف غالي. طب رخيص انا عارف كلمه تشيب والله بس انا عارف تشغل كلمه اكسبنسيف زود الثروه اللغويه عندك. يقول لك ان اكسبنسيف يبقى رخيص عكسها كده. في كمان كلمة افكتيف، الدواء ده بصراحة افكتيف فعال. طب غير فعال ان افكتيف. طيب في كمان كلمة افشنت يعني ايه؟ افشنت يعني كفء. يقول لك هذا المنصب از افشنت كفء. عنده السكيلز المهارات التالنتس المواهب اللي تخليه يأدي عمله ويقوم جيدا. وبالتالي اكسبنسيف غالي. inexpensive رخيص effective فعال ineffective غير فعال efficient كفء حط عليها الاي inefficient غير كفء. كلمة كمان exact محدد inexact غير محدد غير دقيق. ايه كمان؟ كلمة active نشيط عكسها ايه؟ inactive يعني غير نشيط او غير فعال. كلمة accurate يعني الكمبيوتر is an accurate device جهاز دقيق في شغل 100% في شغل. لكن لو ما هدش يقول لك يقول ايه inaccurate يعني غير دقيق وغير فعال. يبقى دي جماعه وظفها اللي هي الايه؟ الفهم. لكن عندنا مقطع ثاني اسمه مونو دي مقطع يضاف لاول الكلمه مش عشان يديك عكسها لا ده معناها احادي زي كلمه ايه؟ تنقوي اهي ام او ان او بي او ال واي. المقطع مونو الكلمه دي على بعضها معناها الاحتكار بالكاف ان واحد يحتكر سلعه ويخليها عنده ويتحكم في سعرها وهو يتحكم في السوق فبيسموها تنقوي اللي هو الاحتكار. فلان الكلمه تعني الاحتكار والاحتكار ده يعني واحد بيحتكر السلع لوحده. ايوه بيحتكر السلع لوحده تمام. فبيبقى مونو ده معناه احادي بقت من فوق الاحتكار لان مقطع مونو معناه واحد فاللي بيحتكر السلع بيكون واحد بس. تقول لك ايه الكلمه دي؟ كلمه هابي سعيد دي كلمه ذات مقطع واحد
بقول لك ازاي؟ او مثلا كلمه كات، كلمه كات، كلمه رايت، كلمه بيوم، جلب، دول كلها مفاكر او كلمات ذات مقطع او مونوسيلابيك وورد. مونوسيلابيك وورد يعني كلمه ذات مقطع ايه؟ واحد. دي بوظيفه اللي هي الكلمات او المقاطع. عندي برضه المقطع انتي. المقطع انتي، انتي زي كل ما بنسمع بيقول لك ايه؟ انت بيوتيك، مضاد حيوي، مضاد حيوي انتي. عندنا كلنا على الكمبيوتر، زي اسم الكمبيوتر عندنا كل ايه؟ يقول لك انت برنامج بروجرام اللي هو الابلكيشن اللي هو الانتي فيروس. انتي فيروس يعني مضاد الفيروسات، مضاد الفيروسات. فدي يا جماعه باختصار او في يعني عجاله كده البريفكس، المقاطع او البدلات اللي احنا بنضيفها لاول الكلمه عشان تديك عكسها او تديك مشتق جديد، لكن دي عموما تدي عكسها. في بقى الكلمات او المقاطع اللي هي بتضاف لاول الكلمه عشان تديك مشتق جديد، ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا شيء ونركز فيهم كويس ونحاول نذاكرهم، ولو في اي تعليقات او في اي حاجه نسمح لكم ان شاء الله اكتبوها لنا واشتركوا معنا في القناه ومستنيين دعمكم، وكل طبعا بنفع الله بكم ونفع بنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.